ثلاث محطات في حياة شهريار الفن: حلمي بكر لحل الكبار وهاجم الصغار وأصيب بالشلل. جذب الانتباه بكل الطرق، لحل لكبار النجوم وهاجم كتير من الفنانين الشباب والنجوم، وأثار الجدل بحياته الشخصية وكسر جوازه واللي وصلت لعشر جوازات، وأخيرا حالته الصحية اللي بقت محل اهتمام. أكيد عرفت هو مين، الملحن حلمي بكر صاحب المسيرة الفنية الطويلة والتاريخ الكبير. صحيح ممكن تكون ما تعرفش كتير عن حلمي بكر ومش فاكر غير مشاكله وتصريحاته الجريئة وهجومه على كتير من الفنانين وأخيرا إصابته بالشلل وتعرضه للنصب، لكن أحب أقولك إن تاريخ حلمي بكر مع الفن واللي بدأ من أكتر من 40 سنة كان أكتر إثارة، وعشان كده لازم تبدأ من محطته الأولى، بدايته مع الفن واللي ما كانتش مع فنانين شباب وقصة صعود، وإنما بدأ حلمي بكر مسيرته الفنية وخاض تجاربه الأولى مع كبار النجوم. لحن لأم كلثوم أغنية ما عندكش فكرة، لكنها رحلت قبل ما تغنيها عشان تغنيها وردة الجزائرية اللي حققوا مع بعض نجاح كبير وكانت السبب في دخوله عالم التلحين، ومنها انطلق ولحن لنجاة ومحمد رشدي وعزيزة جلال وليلى مراد وعليا التونسية. وما اعتمدش حلمي بكر على تلحين الأغاني لكبار النجوم وبس، ده كمان اقتحم عالم الموسيقى التصويرية وتلحين أغاني الأفلام والمسرحيات والفوازير عشان يكمل تاريخه بتعامله مع نيلي وشريهان في الفوازير، وفؤاد المهندس وشوكار في مسرحية سيدة الجميلة، وسمير غانم وصفاء أبو السعود في مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. ومن نجاح محطته الأولى لرفضه العمل في محطته الثانية واللي قضاها في الهجوم على الفنانين وأشكال التجديد اللي دخلت على الأغنية المصرية واعتبرها تشوه لتاريخ الفن المصري، بداية من رفضه المشروع حميد الشاعري الفني وصولا للمهرجانات عشان يبعد عن التلحين ويتمسك بتاريخه الفني. وفصل رفضه العمل مع الفنانين الشباب وقال: أنا نفذت لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب واتكتب عليه ألحان محمد عبد الوهاب موسيقى وتنفيذ حلمي بكر، تخيل لما انزل ولحن لأراجوز من الأراجوزات اللي باسم عطارة وكزبرة ولا كمون، عشان يوصل بعدها حلمي بكر لمحطته الثالثة والأكثر صعوبة وهو مرضه وإصابته بالشلل اللي ألزمه الفراش، وده بعد ما تعرض لعملية نصب على إيد مدير أعماله اللي استولى على كل فلوسه حوالي 2,280,000 جنيه على حسب تأكيد زوجته. عشان يكون السؤال الأهم، هل هيكون في محطة رابعة للملحن الأكثر جدلا حلمي بكر ويرجع يلحن تاني، ولا هيقفل الستارة على محطته الثالثة وهو بعيد عن الفن؟